ناقد صالح رواية قصيرة أو نوفلة. أحببت في هذه التجربة يعني أني أبتعد عن بيئة الأعمال السابقة، يعني دائما تكون في المدينة أو في الحاضرة البحرية. اتجهت هذه المرة يعني إلى منطقة جديدة بالنسبة لي أنا، أني أكتب على الصحراء مكانيا وزمانيا مطلع القرن العشرين. أتمنى أن تحوز على رضا القارئ يعني. أما بخصوص مناسبة التوقيع في القاهرة، هي بدعوة من الأحبة في مكتب التنمية، وليس أول حفل توقيع يعني، عملها سبق قبل سنتين حمام الدار، والحضور هو الذي يفرض يعني علي بأمانة بأنه أختار القاهرة أن تكون المحطة الأولى لتدشين الرواية. أبداً هو ما كان استعمال يعني، الأمر التاريخي كان معركة الصريف فقط، اللي هي كانت الخلفية لقصة الحب فلنقل. أما الرواية في التفاصيل الأخرى، أنا افترضت أنها من التراث، وعملت يعني الاشتغال كان أن أوهم القارئ بشكل أو بآخر أنها حكاية تراثية، لكن هي تفاصيلها ما يعني ليست من قصص التراث. ما كان لأبدا، هي أغنية الخلوج قديمة، كتبها الشاعر محمد بن عبد الله العوني في نفس الزمن تقريبا ولنفس الحادثة، يعني أنه كان يقيم في الكويت وترك أهله في نجد، وسمع بكاء الخلوج وحزن على نفسه كيف البهيمة أو الحيوان يحن على ابنه، وأنا ما لا أشعر يعني بالغربة أو بالحنين، فكتب قصيدة شهيرة ألهمتني هذه الأغنية. هي مش أغنية بقدر ما هي موال على الربابة، هي السبب الأول لكتابة العمل هذه الأغنية.